ازيك يا مريم؟ كيفك انت؟ انا مليحة، انت كيفك؟ انا مليح ومنيح ومبسوط وسعيد جدا جدا ان انا بسمع صوتك دلوقتي يا مريم. مريم، احنا لسه الكليب اللي صورناه سوا مع بعض لما كنا في العراق عرضناه دلوقتي، وعايز اقول لك ان في مليون شخص سمعوا. ابو العريس بشكرك على ده الفيديو لما طلعته. انا اللي بشكرك قوي يا مريم ان انت شاركتينا باللي على قلبك، وان في ولاد كتيره جدا جدا في العالم قدروا يسمعوا صوتك. بشكرك لما طلعت ده الفيديو، انا انبهرت كتير، ولما طلعت كلام مال ابونا. انا بشكرك كتير كتير مريم، احنا اللي بنشكرك قوي قوي. انا بصلي لك كل يوم، وبشكرك لما طلعت ده الفيديو. بشكرك كتير كتير وبصلي لك كل يوم مريم. وبشكرك لأنه يعني شوفت للناس مشاعر مالتنا نحن الأطفال والكبار وكل الناس اللي مهجرين. ف يعني نشكرك لأن طلعت للناس هي مشاعرنا. وبحب مرة تانية تجي عندنا. أنا أحب قوي أجي، ومش مش هاجي لوحدي المرة دي، هاجي ومعايا شيكو ومعايا بيبو ومعايا ناس كتيرة قوي، وإحنا هنيجي علشان في الوقت اللي نفسي أنتي وساندرا تبقوا لقيتوا بعض. إحنا كمان بنصلي علشان حاجتين كنا بنصلي علشانهم يا مريم. ترنيمة. يلا يا مريم قولي، إحنا سامعينك. يلا قولي. شكرا يا مريم قوي قوي قوي. انا حاسس ان السماء او الملائكه موجودين معانا هنا جوه الاستوديو، ان احنا يبقى عندنا فرصه نسمع صوتك ونشوف في الفيديو بتاعك النهارده تاني ونسمع صوتك بجد على الهواء. دي حاجه كبيره قوي يا مريم. احنا هنفضل نصلي لك، وعايزك تسلمي جدا جدا على بابا وعلى ماما وعلى اختك زمرد، لان انا متاكد قوي قوي ان انتوا الاثنين لما تكبروا اكتر واكتر رب يسوع هيستخدمكم بشكل قوي جدا جدا في العالم كله. الفيديو. شكرا ليك يا مريم قوي قوي قوي. شكرا ليك. شكرا لأن طلعت الفيديو لما طلعت الترنيمة يعني شعرت بانبهار لما حطيت هذا اللحن. يعني ما كان لحن هيكي، بس يعني انت حطيتها حلو وسويت نبرات حلوة. شكرا يا مريم قوي قوي قوي. شكرا من قلبي ليك يا مريم، وشكرا لكل الناس اللي عندك في المخيم، وهنفضل دايما نتابع معاكي ونكلمك في التليفون.